السلام عليكم. يمكن الناس اللي بتشرب قهوة كتير أو مستخدمين القهوة بشكل كبير بيعانوا جدا مع الصيام في فترة رمضان، وعشان كده دايما بنسمع حاجة إن أنا والله خلاص أنا في رمضان أنا بعاني عشان ما بشربش القهوة، لا أنا مصدع طول اليوم. رمضان فرصة عظيمة لحد زي كده. طب هي القهوة وحشة يا دكتور؟ لا، القهوة مش وحشة، القهوة ليها فوائد بس بكمية معينة. يعني إيه؟ يعني أنا المفروض إن أنا أتكلم إن أنا ممكن آخد فنجانين تقريبا قهوة في اليوم، فده ممكن يكون كمية كويس. طب أنا استهلاكي أعلى، أو أنا تأثيرها عليا سيء، أو أنا مسببة لي أي توتر أو قلق في أعصابي بشكل زيادة، وده مشكلة كلها بتحصل نتيجة استخدام الكافيين بشكل مكثف أكتر، فده اللي بيبدأ يحصل عليه. لو ده بيبدأ يحصل المفروض إن أنا لازم أبدأ أهدي كمية القهوة أو كمية الكافيين اللي أنا بتخش لي. وعشان كده رمضان فرصة هايلة للموضوع ده، لأن أنا أوتوماتيك معظم اليوم أنا مش قادر أشرب قهوة، مش قادر أروح ناحية الكافيين، فجسمي بدأ إن هو أشيل منه الكافيين كمية قليلة شوية شوية. يعني أنا هبطل خالص وبطل بعد الفطار؟ لا، حتى لو رجعنا إن إحنا نشربها بعد الفطار ببدأ أقلل الكمية بالتدريج، بحيث إن ده ممكن يساعدني إن أنا بعد شوية أقدر أسحبها خالص، أو إن أنا أقدر أحدد كميتها، أو إن أنا أرجع أنا اللي قادر أسيطر على جسمي، ما يبقاش جسمي هو اللي مسيطر عليه على أساس إن أنا عايز حاجة معينة، لا لازم آخدها، لا القهوة أنا محتاجها لازم هاخدها، لا أنت في وقت معين ربنا فرضه علينا والوقت ده إحنا صايمين فيه، خلاص أنت بعد كده ترجع أنت قادر تتحكم في نفسك في الكافيين، إن أنا قادر أملك نفسي إن أنا في وقت معين بكمية معينة ممكن إن هو يخش، فده يرجعك أنت تاني لما هتستخدمه تقدر تستخدمه بشكل صح. لانه للاسف مع الاستخدام المفرط للكافيين معظم الناس بتجيلنا بتشتكي من رعشه كتير، من التهابات في الاعصاب بشكل مبالغ فيه نتيجه الاستخدام المفرط في الكافيين مع التوتر العصبي اللي بيبقى موجود، وللاسف ده سمه عصرنا اللي موجود، فلازم نخلي بالنا من استخدامه بشكل مكثف. فعشان كده ده فرصه، وطبعا هو فرصه اكبر ان الناس اللي بتشرب سجاير. السجاير طبعا نفس القصه، بس السجاير مش المفروض نشربها اصلا، فلو عرفنا ان احنا نستخدمه هيكون حاجة كويسة جدا، فرصة لينا، فرصة كده هدية من ربنا ان احنا نرجع احنا الكنترول اور سيلف، احنا اللي قادرين نتحكم في نفسنا، ما يبقاش خلاص انا نفسي في حاجة لا هاخدها، لا في وقت انا قادر اتحكم فيه، فده مهم ان انا ارجع اسيطر على نفسي تاني. كل سنة وانتم طيبين.